عمالة إقليم جرادة وضعت إجراءات استثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. السلطة الإقليمية حددت الساعة 10 ليلا كتوقيت لإغلاق المحلات التجارية، المقاهي والمطاعم، علاوة على إغلاق قاعات الألعاب وتقليص الطاقة الاستيعابية في وسائل النقل العمومي. كذلك فرضت حالة ديال منع الدخول والخروج من مدينة جرادة ابتداء من اليوم مع 6 مساء إلى غاية طيلة مدة أسبوع، كما تم اتخاذ قرارات صارمة فيما يتعلق بزجر للمواطنين اللي ما كيرتديوش كمامات، دونك يعني غادي يتم التشديد على ارتداء الكمامة، مراقبة ارتداء الكمامة، كذلك الحرص على التباعد الاجتماعي. كما تقرر أيضا إغلاق جزء من الحي المجهز وجزء من حي ولاية سيدي علي بمدينة جرادة، اللذان أصبحا يشكلان بؤرة لهذا الوباء مع اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية. احنا بالنسبة للإجراءات اللي كتصدر من السلطات كان نشوف فيها بالله راه فيها المصلحة نتاع الناس كاملين، وماشي شي إجراءات اللي صعبة، كنلتزموا بها ونتمناو تفوت هذه الجائحة بخير. بنادم إلا صبر سيمانة ولا 10 أيام ويتهنى من مراه العام كامل. المجتمع المدني في جرادة منخرط بدوره، هي مبادرة لتوزيع الكمامات الواقية على المواطنين والمواطنات. احنا كاملين نخرجوا منها سالمين، هذا هو الشعار اللي اتخذته جمعية المجتمع المدني بإقليم جرادة، باش تخرج ودير يد في يد بجميع المواطنين ديالها وفعاليات المجتمع المدني، باش تقول بلي الوضعية راها خطيرة وخطيرة جدا، وخصنا نتعاونوا كاملين باش نقضيو على هذا الوباء الفتاك، وباش نحافظوا على سلامتنا وسلامة الأسر ديالنا. كل هذه الإجراءات التي اتخذتها عمالة إقليم جرادة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ستبقى سارية المفعول لمدة أسبوع ابتداء من يومه الثلاثاء، ويمكن أيضا تمديد هذه المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.